طب الجيش انا يا جماعه كلام كتير ما عندي. ايوه الجيش ده معروف من 55 ما اتهزم من دمر التوريت الاول. الله اكبر. لكن احنا خايفين يا جماعه من العملاء والمندسين وسط القهاوي والمأجرين الشقق وبيرسلوا في المعلومات للعدو. أصل شغل الجيش ده احنا ما هامينا باصلين منهم البيشغل في وردة، لكن الطابور الخامس القاعد هنا ده والناس ما شغال أبو. الله أكبر. ده الهامينا نحنا. والله ما عندنا شهام. الجيش ده تم مطمئنين له تاريخه عارفينه والحاجة بيعمل فيها عارفينها. أمريكا بيقول صلفة وجبروتة وقوتة وتكنولوجيتة في كابول خدت سنة وثمانية شهور حتى انقدر التنظيف. الله ما يقولوا لكم الحكاية جرت واخد الزمن ومفروض المعركة تتحسم. المعركة داخل بيوت يا ناس ما بتتحسم. ده شغل جيش نحنا ما عندنا بشغلة. نحنا نسنده ونكشف الطابور الخامس والعملاء والحاجات اللي بتتقال في المنتديات السرية حقتهم. الناس تكون صاحية ومفتح. انا ما عندي كلام اكتر من ده. الناس تكون صاحية يا ناس. السلام عليكم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الجبناء اخواني الكرام، الاخ القائد، ها هم جنود الوطن. هم الحرفيين. نحن اتينا بكل حرفة ثلاثة نفر من الميكانيكية لبرادين لحدادين لناس الطرمبات. اي عطل في المؤسسة العسكرية نحن ملتزمين. الله اكبر. اي سبير موفر حتى الدبابات يا سيد الغايد. نحن مستعدين نصينا المدافع. حتى النجارين عندنا، حتى البنيان عندنا، وحتى اذا عادت الامور يا سيد الغايد نحن نمسك الزناد معاك. الله اكبر. واحد. هذه المعركة معركة كرامة. لكل انسان عنده كرامة. الله اكبر. اي زول عنده كرامة لازم